السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع عليكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح نجرب فيه هاي اللعبة، لعبة ماجنوم كويست. طبعا أنا بالنسبة لي هاي اللعبة ثاني أفضل لعبة من هاي النوع، ايدل ار بي جي، النوع ايدل ار بي جي من بعد لعبة ايدل ليجند. راح نستعرض الواجهة، بعدين راح نستعرض الجيم بلاي، وراح نستعرض للمهام أو الأشياء الجانبية. تقريبا صار لي حاليا 3 أيام أجربها. كنت قاعد أجرب في الأب ستور أشوف شنو ألعاب جديدة، وحصلت هاي اللعبة، فقلت خلنا أنزل عنها مقطع ونشوف. طبعا هاي النوع من الألعاب مو الكل يحبها، اللي هي ألعاب الأيدل، خاصة إن هي أيدل آر بي جي. فعندنا هاي الواجهة، طبعا راح تفتح لك بعد ما توصل مراحل معينة. المراحل الموجودة هني عندك أكثر من شابتر، حاليا أنا في الشابتر الخامس، فيعني كل شابتر راح يفتح لك مهام هني تشوفها. مثلا عندك هاي راح تفتح لك بعد مستوى معين. ففي البداية طبعا اللغة ما فيها عربية، ومعظم الألعاب الموجودة من هاي النوع خلنا نقول بنسبة 99%، طبعا لعبت ما شاء الله من هاي النوع بأشكال مختلفة، بعضها كان الجرافيكس تعبان حده، بعضها الجرافيكس ممتاز مثل هاي اللعبة. فبنسبة 99% تقريبا هاي الألعاب ما تتعرب، ما فيها عربي. فهني تجي المشكلة بالنسبة حق هاي الألعاب. لو جينا مثلا كافتراض، لو جينا حق المهارات، هاي أبسط مثال، خاصة ده مهارات جديدة عليك أنت ما راح تفهمها. يعني مثلا هاي، فهاي النقطة اللي راح تواجهك مثلا فيها. فمثل ما قلت هاي الواجهة عندك هني، هاي اللي راح يكون فيها الباتل أو يعني المواجهات. عندك على اليمين تطلع اللي هو القادة، لو مثلا شفنا هاي طبعا كتجريبي. عندك 3 مستويات حق القادة، عادي والثاني ما ادري شنو، عندك ليجند او برونزي سيلفر جولد، صح برونزي سيلفر جولد. فمن هنا تقدر تغير، تبغي مثلا رياح، تبغي هني ما ادري شنو هاي بالضبط، بس في اكثر من نوع. هاي يعني هني عندك الحياة او الشجر او ما ادري شنو مسمينها بالضبط، بس انها ففي اكثر من نوع. عندك 4 1 2 3 4 5 انواع تقدر تختار منهم. عندك هاي الصندوق تحصل منه جوائز، سواء كانت هاي الايتمات او مثلا الاكس بي عشان تطور القادة، او الجولد عشان بعد تطور القادة. فحاليا وصلت ليفل 30. هاي واجهة المستخدم، راح يكون عندك افضل قادة موجودين في الواجهة. تحت عندك يعني ما شاء الله عندك شات، عندك هني. هاي من الاشياء المميزة في هاي الالعاب، ان مثلا تحت حاليا طلعت قائد ليفل 1، كافتراض عندك قائد ليفل 1 ما تبغى ترفعه الى ليفل مثلا 50 كافتراض، عندك خيار ان انت تخلي اي قائد مثلا تختاره وصير ليفل 52 كاقل مستوى من القادة المميزين عندك، 1 2 3 4 5. افضل 5 قادة اقل واحد فيهم ليفل مثلا عندك هي 52، راح يكونون كلهم 52 لو مثلا رفعناهم مثل ما تشوفون حاليا صاروا 53. وهي الطريقة يعتمد على اقل قائد من افضل قادة عندك، فكل ما يكون عندك قادة اكثر راح تفتح عندك اكثر. وتحت في عندك اشياء، مثلا عندك هنا الهيرو شخصيات، عندك الشيء الثاني هنا عندك الباق، عندك تحت هنا هاي الانجازات او المهام اليومية اسبوعية، بعض المهام اللي تكملها من الشخصيات، وهني ما ادري صراحة شنو دي. اللي بعد هنا عندك الكلان او التحالف، طبعا فيها مهام ان انت مثلا تضرب بوس. هاي طبعا في كل تقريبا كل الايدل ار بي جي تقريبا فيها هاي الشيء، ان اذا دخلت كلان راح يكون في بوس وتضربه. خلينا نجرب ونشوف ويا بعض. كل ما يضربون راح تحصل على جوائز او صناديق اكثر. خلينا نضربه. طبعا راح تكون هاي الواجهه حق كل المواجهات، راح يكون هاي الواجهه كل قائد ترتيب ماله. مثلا انت تخليه هني راح يكون له ضرر مختلف، بما ان اللي تحت عندي السبورت وفوق عندي التانك راح يكونون بهاي الطريقه افضل. كل ما يكونون عدد القادة من نفس النوع، مثلا عندك هاي مثل ما قلت انا ما ادري الصراحة شنو اسميهم، بس خلنا نسميهم، المشكلة ما في اسامي. يعني هني ممكن نسميهم رياح، ممكن هاي نسميها الارض، ممكن نسمي هاي الغابة مثلا، ممكن نسمي هاي الظلام، ما في اسامي. فلو مثلا قلنا الرياح، اذا خليت مثلا 5 قادة كافتراض الحين، لو شلنا هاي او لا خلنا نشيل، لو مثلا حطينا هاي
شلنا هاي وحطينا هاي. راح تشوف عندك الدرع الازرق هنا يقول لك اذا كان مثلا 3 قادة من نفس النوع راح يحصل على هاي 4 قادة 5 قادة بهي الطريقة. يعني مثلا حاليا الازرق الدرع الازرق انشال، لو رجعنا القائد اللي كان قبل موجود راح تشوف انه حاليا في راح حصل 10% اتاك و10%. فتقريبا هاي فكرة اللعبة بالمختصر، يعني عشان ما نطول الموضوع بس راح نشوف الجيم بلاي. طبعا الجيم بلاي عندك اكثر من نوع، اما تخليه اوتو راح يفتح ياك بعدين في البداية ما راح يكون مفتوح عندك، او ان تخليه اكس 2 في البداية ما راح يفتح عندك. عندك تحت المهارات تتفعل بعد ما توصل، لو طبقناها على رايز بعد ما توصل عاصفة الغضب الى مستوى معين. وكل قائد عنده مهارات معينة، مثلا عندك هاي اللي على اليمين كلش عنده الضرر على شيء، اللي في اللي بعده عنده سبورت وزائد تانك، اللي بعده هاي سبورت واللي بعده هيل، واخر واحدة هاي اللي حاليا انطلقت اللي هي هاي، هاي عندها الضرر عالي مع ان هاي القائد لحد الحين ضعيف. مثل ما قلت انا حاليا قاعد توني العب اللعبة، يعني ما عندي قادة اخويا. فلو تلاحظون حاليا فعلت المهارة، الكل زاد عنده الهيل. فتقريبا نتكلم عن اللعبة، هاي فكرة اللعبة بالمختصر. في نقطة اخيرة راح اذكرها بعد ما يخلص هالجيم بالنسبة حق القادة. فحصلت هاي الجوائز، شنو تستفيد من الجوائز؟ طبعا راح تحصل صناديق. هاي الجوائز يا طويل العمر يجي حق الشوب، في مكان خاص حق هاي الاشياء اللي حصلتها، تقدر مثلا تشربها معدات معينة. فتقريبا تقريبا تقريبا لو اختصرنا الموضوع، هاي فكرة اللعبة. مثل ما قلت راح اجي حق القادة، لو جينا حق هاي القائد طبعا عندك هنا، قبل ما نجي حق القائد عندك هنا دمج اكثر من قائد مثلا عشان نوصل الى ليفل اعلى. كل واحد له متطلبات، اذا كان جولد مثلا 2 جولد المستوى العادي يكون بهاي الطريقة، بعدها يتحول الى نجمة. اذا تحول الى نجمة راح يكون لازم القادة اللي راح تدمجهم مع بعض عندهم نجمة نجمتين ثلاث بهاي الطريقة. فنرجع حق اللي قلت راح اقوله، شلون اعرف القائد اللي لازم اشتغل عليه؟ شنو القائد اللي المفروض انا اخده؟ طبعا اول شيء لازم تشوف المهارات، او قبل ما تشوف المهارات اول شيء تعرف شنو وضع هاي القائد. وهي انا شيء تمنيت انه يحطونه في رايز اوف كيندمز، القائد شنو وضعه مع ان هي تشوفه برا. مثلا تضغط هنا راح تشوف انه شنو فيه شنو ما فيه. مثلا عندك الدمج جدا ممتاز بي مثلا، واللي تحته كنترول هيل ما عنده. فبهي الطريقه مثلا عندك هاي القائد عنده شغلتين، اس الديباف والهيل، شيء ممتاز. الدمج دي صدق انه سيء، او مو يعني اي تقريبا سيء، الدي ما عنده دمج عالي بس انه قاعد يساعدني في الديباف انه يعطيني درع. هاي مهارات انه يعطي درع حق كل الحلفاء، وزائد هيل. لو جينا حق هاي القائد، طبعا هاي القائد احنا حاط لنا لان حصل القائد الثاني وحطه مكانه. هاي القائد جدا عادي، الدمج عنده ايه والمهارات الباقية بي بي. بعد ما تمكس القائد، بعد ما توصل حق مستوى معين تمكس كل المهارات او ترفع الليفل اسف اخر شيء يجي حق هني، بعدين راح تشوف شنو راح يصير. لحد الحين ما وصلت فما اعرف بالضبط، ما ادري هاي شنو، شجرة شيء. بس انا لحد الحين تقريبا صار لي 3 ايام قاعد العب هاي اللعبة. اللعبة يعني تلعبها خلنا نقول لعبة جانبية، للأمانة مو مملة، بس حاسب حق التشارج. اللعبة تستهلك بطارية بشكل مو طبيعي. في بعد شغلة نسيتها آسف، عندك هني مهام يومية هاي تكملها لين يطلع لك القائد الأخير وتحصل على جوائز، أنا مكملهم فما أقدر أشرح. عندك في شغلة يا طويل العمر هني عندك مثلا مثل التور، أتوقع أنه يتجدد كل أسبوع، مو متأكد. انا حاليا رانك مالي 855 في الطابق 56 او 55، يعني هي افضل اللاعبين لوين يقدرون يوصلون. اتوقع ان اعلى شخص وصل 100 و... خلنا نشوفه بعدين 100 وشيء. فتقريبا هاي فكرة اللعبة بالمختصر، الرابط راح تشوفونه تحت، مجرد لمحة بسيطة عن هاي اللعبة. ما اتوقع ان راح استمر انزل عنها واجد، ممكن مستقبلا بعد ما العبها مدة اسبوع اكثر اشوف فيها اشياء جديدة راح انزل عنها مقطع، بس بالكثير يعني راح تكون مقطع او مقطعين. وبس هاي كان كل الفيديو، لا تنسوا لايك فبالسبسكرايب، شكرا على المتابعة، مع السلامة. خلي اكمل الجيم راح اختم مقطع.